الجديد هو وصول 4 شهداء إلى مستشفى الشهداء الأقصى بعد أن قامت الطواقم الطبية بانتشال جثامينهم في محيط مدينة حمد، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد قتلهم خلال الساعات الماضية، وكان من الصعب مكان الوصول لهؤلاء الشهداء في مكان استهدافهم، ولكن بعد محاولات عدة تمكنت الطواقم الطبية من الوصول لهم وانتشال جثامين الشهداء الأربعة في مدينة حمد، وهي في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس والأقرب إلى وسط القطاع. وكما يعلم الجميع في مدينة خان يونس لم يعد هناك مشافي قادرة على العطاء والعمل، وأيضا لم يعد هناك مشافي تعمل بقدرتها الاستيعابية الكاملة بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع ناصر الطبي وتدمير بعض مرافقه وأيضا اعتقال عدد من الكادر الطبي، إضافة إلى ذلك ما حدث في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وبات من الصعب بمكان الوصول وصول سيارة الإسعاف إلى تلك المناطق، وإن وصلت سيارة الإسعاف بالمصابين إلى تلك المناطق لا يوجد أي من المستلزمات الطبية التي يمكن أن تقدم لهؤلاء المصابين أو المرضى في تلك المنطقة. ولكن على أي حال هذا الاستهداف الإسرائيلي يأتي في إطار استمرار الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا ننوه بأن حتى جيش الاحتلال الإسرائيلي من تلك المنطقة لم ينسحب حتى هذه اللحظة، إنما هو يتواجد في بعض من مناطق من مدينة حمد وقد تراجع في بعض المناطق، ولذلك تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إلى هذه الجثامين وجلبها إلى مستشفى الشهداء الأقصى. وهناك حديث بأن هناك عدد آخر من الجثامين الموجودة والملقاة على الأرض في تلك المنطقة، ولكن من الصعب بمكان الوصول إليها نظرا لأن القناصة الإسرائيلية لازالت تتمركز في عدة مناطق وبالتحديد فوق عدد من الأبراج التي لا زالت حتى هذه اللحظة قائمة بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عدد كبير من هذه الأبراج، وتقوم بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على كل من يتحرك في تلك المنطقة. أما بالنسبة للمحافظة الوسطى حيث نتواجد، فمنذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل يعود لعائلة العطار دون سابق إنذار أو تحذير في مخيم البريج المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين على الفور، هناك عدد من المصابين وعدد آخر من المفقودين، ولا زال حتى هذه اللحظة هناك جهود تبذل للوصول إليهم ومعرفة إذا كانوا مصابين أم الشهداء. كان أيضا هناك استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية على 3 مناطق في وسط قطاع غزة، منطقة مخيم البريج، منطقة المغراقة، وأيضا منطقة الزهرة، هذه المناطق التي تعد من المناطق الحدودية لوسط قطاع غزة ما بين الشرق وأيضا الشمال.